أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة التي سوف نتحدث فيها اليوم عن اختتام قوات الأمن وقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اللي اختتمت اليوم الدوري الرياضي لكرة القدم وكذلك كرة الطائرة وتنس الطاولة وأيضا ألعاب القوى، حيث اختتمت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب فعاليات الدوري الرياضي لعدد من منتسبيها في كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة وألعاب القوى. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي حشوان، مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب. أسعد الله مساءك أستاذ علي. مساء النور. أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا ومرحبا بك. سوف نتحدث عن اختتام هذه الدورة لقوات الأمن والخاصة بمحافظة مأرب وعن عودة النشاط الرياضي وعن استتباب الأمن وتطبيع الحياة في المناطق المحررة، لكن قبل أن ندخل في النقاش دعنا وإياك والمشاهد الكريم أستاذ علي نشاهد سويا هذا التقرير. اختتمت إدارة التدريب والتأهيل في فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب الدوري الرياضي لعدد من الألعاب الرياضية المختلفة التي استمرت لمدة شهر كامل، وشاركت فيها عدد من الفرق الرياضية في كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة ولعبة الشطرنج وألعاب القوى. وفي الدوري الذي أقيم بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة أظهر المشاركون مهارات رياضية متميزة تعكس لياقة بدنية عالية وخبرة رياضية وأداء احترافيا ملحوظا. واختتم الدوري الذي أقيم برعاية محافظ محافظة مأرب اللواء السلطان بن علي العرادة بمسابقة اختراق الضاحية التي تأتي ضمن مسابقات ألعاب القوى. هذه الأنشطة تعني لنا الكثير جدا وخاصة في هذا الموقع الأمني، لأنه موقع يعني عليه مهام جسيمة وهم يعني لديهم اهتمامات بالغة ومنقطعة النظير بأفرادهم، ويعني لديهم عدد من يكتشفوا عدد من المهارات ويعني يقيموا أنشطة في الأنشطة القتالية مثل التايكوندو والكاراتيه والملاكمة، وإن شاء الله بإذن الله سيكون لنا معهم تنسيق مستمر في كافة الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية داخل معسكر قوات الأمن الخاصة. وقد عبر الحاضرون عن ارتياحهم للتفاعل الكبير لدى المشاركين في الدوري برغم مشاغلهم الأمنية، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الدوري، وأكدوا أن ذلك يعكس قوة التحمل في مواجهة الصعاب والتحديات. تأدية هذا التمرين التدريبي اللي عبارة عن اختبار لقدرة التحمل لرجل قوات الأمن الخاصة، اللياقة البدنية والتمارين البدنية تعتبر أحد الركائز الأساسية في تنمية المهارات والقدرات لرجل الأمن، والجسم أو العقل السليم في الجسم إيش؟ سليم. السليم. فهنا تختبر قدراتكم، قدرة التحمل والصبر على اجتياز هذه المسافة، هي بمثابة كيف يستطيع رجل قوات الأمن الخاصة الوصول إلى هدفه سيرا على الأقدام. وفي نهاية الفعالية التي حضرها القائد العام لقوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري ورئيس أركان قوات الأمن الخاصة العقيد عبد الله الصبري، تم تكريم الفرق الفائزة والمشاركين المتميزين الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الرياضية المختلفة. وتهدف قوات الأمن الخاصة من خلال هذه الأنشطة الرياضية إلى إكساب منتسبها مهارات بدنية وقدرات نوعية في شتى مختلف أنواع الرياضات. إذن مشاهدينا الكرام، أجدد بالترحيب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي حشوان مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب. مرحبا بك أستاذ علي، وأبدأ معك عن تفاصيل هذه الدورة التي اختتمت في محافظة مأرب من قوات الأمن الخاصة والتي تتضمنت العديد من الأنشطة الرياضية. أهلا وسهلا أخي العزيز، مساء الخير عليك وعلى مشاهدين مساء النور.
نحن سعداء بهذا اللقاء. القوات الخاصة كان لها نشاط مميز في محافظة مارب، فقامت العديد من الأنشطة والفعاليات كما ذكر تقريركم، يعني منها دوري لكرة القدم ودوري لكرة الطائر ودوري للشطرنج و ما في ماراثون رياضي لأكثر من 65 شاب. كان أداء مميز رغم انشغالاتهم ورغم أنهم يبذلون قصارى جهدهم في حفظ الأمن والاستبدال والاستقرار في المحافظة، فيعني لهم كل التحية ولكل التقدير لهم ولقيادتهم. وكان هذا العمل الرائع برعاية كريمة من اللواء سلطان من العرادة محافظ المحافظة الذي لا يألو جهد في دعم الشباب والرياضيين سواء كانوا في أي مكان ما. أبرز هذه الألعاب التي تتضمنتها هذه الدورة أستاذ علي؟ الألعاب يعني كان في دوري كرة قدم لعدد من الفرق الرياضية. توج في نهاية اللقاء فريق 14 أكتوبر على فريق 26 سبتمبر بالكاس والميداليات الذهبية. وكان في هناك عدد من الفرق الرياضية في كرة الطائرة. توج فريق 14 أكتوبر بلقاء الكروي الرياضي في مجال كرة الطائرة. وكان هناك يعني في لعبة الشطرنج عدد لا بأس به من الشباب والرياضيين. وكان هناك ماراثون في ألعاب القوى، ماراثون 65 شاب تميز منهم عدد كبير، ولكن في هناك 4 شباب كان لهم السبق في الصدارة في هذا اللقاء. طبعا وهناك لهم العديد من الأنشطة، وللعلم بأنه وتقام لهم الآن صالة رياضية فيمارسوا نشاطهم فيها، ولديهم الآن تمارين في الألعاب القتالية في التايكوندو والكاراتيه والملاكمة. والآن يجري الاستعداد الآن لمسابقات ثقافية داخل المعسكر، فهناك أنشطة متعددة وأنشطة متميزة. فيعني هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل القيادة الحكيمة لهذا المعسكر القوات الأمن الخاصة. نعم، كم استمر هذا الدوري يا أستاذ علي؟ استمر ما يقارب الشهر. شهر كامل تتضمن جميع الألعاب في هذه الدورة. نعم. طيب أستاذ علي، عندما نتحدث عن مثل هذه النشاطات الرياضية انعكاسها على مسألة تطبيع الحياة في المناطق المحررة وانعكاسها أيضا على المواطن والطاقة الإيجابية لدى القوات الأمن الخاصة كذلك، فالعزيز هذا يدل على وجود الأمن والاستقرار، وأنه محافظة مارب تنعم بالأمن والاستقرار. وما هذه الأنشطة التي تقام في معسكر مثل هذا المعسكر التي لديه مهام جسيمة في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، ولديه مهام في كافة المجالات، يعني سواء كان في النقاط العسكرية أو في الحزام الأمني أو في استقرار الأمن في المحافظة. ودل على أن محافظة مارب محافظة مستقرة ومحافظة آمنة وتنعم بالأمن والاستقرار. وما هذه الأنشطة المميزة من أفراد هذا المعسكر إلا دليل على الأمن والاستقرار في المحافظة. وأتمنى من الأخوان في بقية المعسكرات بأن يكون لنا شراكة معهم في أنشطة متعددة، كون المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار. نعم، بعض الشراكات مع بعض القيادات في دعمهم بعض المستلزمات، وسيكون لنا الدعم الفني والاستشارات الفنية لدى كافة المعسكرات. نعم، هل لك أن تحدثنا أستاذ علي عن دور مكتب الشباب الرياضة الذي ترأسه في محافظة مأرب بنجاح هذا الدوري؟ يعني فعلا هذا يعني شرف كبير لنا وشرف كبير للأخوان القائمين على هذا النشاط. ويعني في الجانب المدني يعني هناك أنشطة متعددة ستكون لنا الآن إن شاء الله يعني في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، في الطائرة وفي السلة وفي الملاكمة.
يعني نحن الآن نجري استعداداتنا للمشاركة في بطولة الجمهورية، وهناك الآن أنشطة ستدام في القريب العاجل لمنع كأس رئيس الجمهورية للطائر وبطولة الشطرنج للمحافظة ودوري المحافظة، وستدام إن شاء الله المسابقات الثقافية في مجال القرآن الكريم وفي في مجال الشعر والقصة وبعض الأشياء، وأتمنى إن شاء الله بأن تفعل يعني جائزة رئيس الجمهورية للشباب، هي من تظهر كفاءة الشباب وقدرات الشباب، وإن شاء الله بإذن الله نسعى مع معالي وزير الشباب والرياضة والأخ محافظ المحافظة في إقامة مركز تنمية قدرات من أجل اكتشاف مواهبهم وقدراتهم والانطلاقة في محافظة مأرب بشكل يتناسب مع الكم الهائل اللي موجود الآن في محافظة مأرب. ومحافظة مأرب الآن بها عدد كبير جدا من الشباب والرياضيين من محافظات عدة، ونحن نحتضنهم وهم أخوة أعزاء علينا في هذه المحافظة، ولهم ما علينا، ويعني نحن فاتحين صدورنا وقلوبنا ومكاتبنا لهذا الشباب الموجودين وهم منخرطين في أنديتنا وفي فرقنا الشعبية ومنخرطين في كل الرياضات وفي كل الأنشطة الموجودة في محافظة مأرب. نعم أستاذ علي، الاهتمام من قبل مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب مثل هذه الألعاب والدوريات، انعكاس الأفراد الأمن في المؤسسة العسكرية وشعورهم بحضور الدولة ومؤسساتها بمثل هذه الأعمال، انطباعهم بشكل عام بمثل هذه الأنشطة؟ يعني في الحقيقة يمكن أنك أنت لاحظت في التقرير، ويعني أنا كنت سعيد جدا بما لاحظته في وجودي يعني بينهم وخلال من خلال تنفيذ الأنشطة، يعني لا تتصور كم الفرحة العامرة، وكان يعني مورد حتى تشجيع من بعض زملائهم الموجودين في المعسكر، كانت فرحة يعني لا توصف، فرحة عامرة، وهذا يدل على الأمن والاستقرار على النفسية والمعنويات التي يتمتعوا بها في هذا المعسكر. نعم أختب معك أستاذ علي حول متطلبات الشباب اليوم في المناطق المحررة وعن قدرة مكتب الشباب والرياضة أو وزارة الشباب والرياضة بتلبية احتياجاتهم من المتطلبات سواء كانت بالأندية أو ممارسة الأنشطة الرياضية، ماذا عنها أستاذ علي؟ فعلا بفضل توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة والأخ اللي هو المحافظة، يعني دائما وباستمرار يتابعونا في هذا المجال ويعطونا توجيهاتهم بأن نحتوي كافة الشباب من كافة المحافظات المتواجدة في محافظة مأرب، وعددها أكثر من 12 محافظة وشباب موجودين يعني في محافظة مأرب، ونحن نوليهم كل الرعاية والاهتمام، ومعالي الوزير نفس باستمرار، ولنا تنسيق مشترك مع بعض الزملاء في محافظات، ولدينا يعني الآن تنسيق مشترك مع محافظة الجوف، وكان لي لقاء مع مدير مكتب الجوف الذي سنعمل سويا معه ومع الأخوان في محافظة البيضاء في حول إبليم سبا، سنتعاون ويكون لنا تعاون مع كافة المحافظات المتواجدة في محافظة مأرب. أشكرك جزيلا شكرا أستاذ علي حشوان مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف، حدثتنا عن اختتام الدوري الرياضي لكرة القدم وكذلك كرة الطائرة وتنس الطاولة وألعاب القوى للأمن لقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب.